يا مساء الخير على كل مشاهدينا، برحب بحضراتكم معانا حلقة جديدة ويوم جديد مع ست الستات. طبعا طول شهر رمضان يعني، والست ست البيت طالع عينيها كل يوم في تحضير الفطار، وطبعا هي بتعمل كل ده بحب بسعادة وبنفس راضية. في بعض الرجالة بيبقوا لزاز جدا بقى، بيساعدوا زوجاتهم في تحضير الفطار، يحط حاجة في الفرن، يطلع حاجة من الفرن، يساعدها يقولها هاتي هاتي بسرعة أنا هعمل السلطة بسرعة، أو يساعد في أي حاجة يعني مراته تقوله عليها. لكن في بعض الرجالة ما بيساعدوش زوجاتهم خالص، يدخلوا يناموا يصحوا على صوت المدفع على طول، يلاقوا الفطار جاهز على السفرة محطوط وكل اللي عليهم إن هم يسموا ويأكلوا. بس يا ترى اللي بيتفرجوا علينا بقى دلوقتي واللي سألناهم في الشارع، يا ترى بقى بتساعدوا مراتاتكم في تحضير الفطار ولا لأ؟ سألنا الناس في الشارع وتعالوا كده نشوف إجاباتهم في البوبس اللي جاي. انا مساعد طبعا، هم لوحديهم والضغط بتاع الوقت بتاع رمضان بيبقى ساعه الفطار دوت بيبقى ضغطي صعب شويه، فاحنا لازم نساعد يعني، مش مشكله عادي يعني. اكيد طبعا الحياه معاونه واحنا بنساعد بعضنا كل يوم. اليومين بتوع الاجازه بنزل بعمل معاها كل حاجه، في حاجات معينه ببقى عايز اكلها معينه بتساعدني فيها بعملها على قد ما بقدر يعني. لا للاسف الحاجات البسيطه بس، لو في سلطه طماطم ترانشات عشان لو ساعدتها في الحاجات التانية ممكن الاكل يبوظ ومحدش يفطر. لا الحمد لله احنا متعاونين، بيساعدني ولادي بيساعدوني كله بيدخل، بس طبعا الاساسيات انا اللي بكون مجهزة. هي المساعده شيء جميل يعني، والحياه تعاون وشهر كريم ولسان طيب يعني، هو بدون حرج وده شرف لاي راجل انه يساعد زوجته في ان هي تجهز فطار. طبعا كلنا تربينا على اغاني رمضان وحوي وحوي بقى مرحب شهر الصوم وغيرها كتير جدا من الاغاني. على فكره الاغاني دي بقت جزء من شخصيتنا احنا كمصريين، ومش بنحس بحلاوه رمضان غير لما نسمعها في الاذاعه ونشوفها على قنوات التلفزيون. واحنا بالمناسبه دي بقى النهارده عايزين نقدم لحضراتكم موسيقى والحان اغاني رمضان ولكن بشكل مختلف، لان معانا النهارده عازفه التشيلو المتالقه أميرة شعبان. ازيك يا أميرة؟ الحمد لله. كل سنة وانت طيبة. حضرتك طيبة وبخير يا رب، وكل الناس طيبين وبخير يا رب. رمضان كريم. الله أكرم. انت النهاردة جاية لنا بتقلك كله، التشيلو كله جاي النهاردة. ويعني دايما بنحب نسمع أغاني رمضان، لكن معاكي بنسمعها بطريقة مختلفة، بنسمع مزيكة رمضان. على فكرة في أغاني كتير ما بنبقاش حافظينها وما بنبقاش يعني عارفينها قوي، لكن أول ما بنسمع اللحن بتاعها أو مزيكتها كده بالبلد يعني على طول بنبدأ ندندن، بس ندندنها يعني مش لازم نقول الكلام، فعلا ممكن نقول ندندن اللحن بس، لأن الحاجات دي طبعا احنا كلنا متربيين عليها وفي وجداننا بقى مش في وداننا بس يعني. طبعا قد ايه التشيلو مختلف في الحانه الرمضانيه عن الالحان اللي احنا متعودين عليها؟ يعني ايه الايفكت الزياده اللي بيضيفه على اي لحن؟ لا هو بس بينقل اللحن لحته شويه كلاسيك، لان هو اصلا اله كلاسيكيه طبعا. فدايما الواحد لما بيجي يسمعها ما بيحسش ان لا في اختلاف يعني، في حاجه حصلت في يعني، يمكن مثلا هنحس انها بقت اهدى شويه، بقت انعم شويه. هو بس مشكله التشيلو ان هو عشان اله كلاسيكيه فدايما واخدين على صوتها ان هي في الاوركسترا وفي وفي الاوبرات بقى وفي الاوبرا والفرق الكبيره، فهو علشان كده هو صوته كلاسيكي اكتر. بس هو بيقول طبعا كل الالحان، بيقول شرقي وبيقول غربي وكل حاجه يعني. هل ده بتعملي له ادابتيشن او بتكيفيه مع موسيقتنا احنا الشرقيه يعني، بما انه من الالات الكلاسيك قوي؟ لا انا بحاول اعزف اللحن زي ما هو ما يحصلش فيه تغيير، بس هو بيبقى لوحده بيطلع بقى مختلف على حسب يعني احساس العازف بقى هو بيعزفه او حاجه وطعم الاله يعني. صحيح. بس طيب تيجي نبدا؟ يلا بينا. يلا نبدا. هيبقى معنا تراكات والتشيلو هيضيف لها الاحساس الكلاسيك زي ما اميره بتقول لنا. مدياله فخامه. صح. طيب دلوقتي بقى التشيلو استخداماته احنا بنقول اللي هو الحاجات الكلاسيك، هل دلوقتي بقينا نستخدمه في الاغاني بتاعتنا الشرقيه بقى متعمق اكتر مع تراثنا الموسيقي، ولا ده بيعتمد على العازف هو اللي مدخل ده ولا لا؟ هل الملحن بدا يحطه في الالحان والموزع يحطه في التوزيع في ده حصل فعلا يعني. احنا مثلا احنا من عندنا اغنيه شيرين على بالي
محطوط فيها سولو تشيلو، اغنيه انغام محطوط فيها سولو، يعني احنا خلاص السولو تشيلو ده بقى حاجه بتطلب كده، اللي هي لما بنعوز نفخم الموضوع. نفخم الموضوع. يعني بس هو كان الاول يعني اول ما ظهر خالص كان بيبقى معروف ان هو يعتبر زي بطانه او باك جراوند للمزيكا، ما كانش بيقول الحان، ما كانش بيغني مكان المغني مثلا، كان بيتحط بس كده يملى، لان هو بيز يعني يعتبر، لان هو برضو طبقته مش رفيعه، هي طبقته غليظه. ده السؤال، يعني بتعملي ايه في الطبقات العاليه قوي، عارفه اللي هي كل ما نعلى كل ما مش عارفه هي العاليه ولا العاليه اللي هي بترفع الصوت رفيع، يعني بتعملي فيها ايه؟ يعني هل ممكن تعملي طبقه موازيه، طبقه تشيلو موازيه، ولا عندنا احنا في الموسيقى هم سبع نغمات، السلم الموسيقي سبع نغمات، احنا ممكن نقولهم من الغليظ قوي من التخين جدا وبعدين نطلع بيهم لحد رفيع قوي كده حتى بالتشيلو فعلا. فاحنا احنا بناخد في التشيلو الطبقه الصوتيه بتاعته من كذا لكذا، فبقول مثلا انا عايزه اقول الجمله دي متقاله في الكمانجا مثلا من السول لحد الدو، مش لازم اقولها من السول للدو اللي هو بصوت الكمانجا اللي هو رفيع، لانه انا مش السول للدو بتاعت التشيلو، فهي هي نفس النغمات بس المساحه الصوتيه بتختلف. انت بقى كاميره بتحبي ايه من اغاني رمضان؟ والله انا بحب كل اغاني رمضان القديمه بصراحه. رمضان جانا مثلا دي طبعا الواحد لما بيسمعها خلاص، احنا في رمضان حتى لو اشتغلت في نص السنه كده اللي هو بعيد عن رمضان خالص، انا بحس ان انا في رمضان بقى خلاص طبعا يعني. طبعا. طيب نرجع تاني ونشوف التشيلو هيعمل ايه في المزيكا الرمضانيه، نسمع اللي بعد كده واميره هتبدا تسمعنا الاختلاف. الله. اهي اللي كنا بنقوله كان في اخر جزء رمضان. ايوه. لا التشيلو هو يعني رفع مع الموسيقى العاليه. طيب دلوقتي بقى يعني بتلاقي ان في اقبال على تعلم التشيلو، يعني عمره ما كان، يعني مع احترامي ليه، ما كانش من البوبيلر او ما كانش من حد جديد عايز يتعلم مزيكا هيروح للبيانو، هيروح للكمانجات، هيروح جيتار، هيروح حتى لو الوتريات، بس اخر حاجه كان مش التشيلو. كل الناس رايحه للتشيلو. ده حقيقي. ليه واخبار دلوقتي الناس اللي بتقبل على التشيلو؟ هو ده كان حقيقي فعلا. هو اصلا مبدئيا الناس اصلا فكره كلمه التشيلو بدأوا يعرفوها. الأول ما كانش فيه تشيلو، كان فيه كمانجة كبيرة. أيوة كمانجة كبيرة. ماشية بإيه يا أميرة؟ ماشية بكمانجة كبيرة. أو بعد فيلم محمد هنيدي كونترباس، يعني هم عرفوا كلمة كونترباس من الفيلم. الكونترباس والتشيلو الكلمتين اللي هم المصطلحين بتوعهم ما كانوش الناس عارفينهم. صح. هم شايفين إنه هم عارفين الكمانجة كبيرة طول الوقت. هم شايفين عشان نفس الشكل الكمانجة بس على كبير، فهم شايفين إن دي كمانجة كبيرة، الكونترباس كمانجة كبيرة قوي. يعني أيوة. فهم يعني شويه الناس بدات الثقافه يعني توصل لهم ان ده اسمه تشيلو، وعرفوا يفرقوا بين الاحجام، وعرفوا ان الكونترباس هو الاكبر شويه. بدا الناس الاول كانوا عايزين يتعلم مزيكا نروح للبيانو، هنروح للجيتار. مثلا الشباب كان اكتر بيروحوا الجيتار، والبنات طبعًا كانوا يروحوا للبيانو عشان يعني لا عشان في مخهم الايدلز بقى عمر خورشيد الله يرحمه، عارفه ازاي اللي هو ايه، يعني بيبقى في مخهم شكل معين للعازف اللي بيها بيقبلوا على ودي الحاجه اللي هم عارفينها شبابيه. طبعا ودي كمان حاجه. هل معنى كده ان التشيلو مش شبابي ابدا؟ لا هو حاليا بقى يعني موجود ومطلوب وكتير جدا، بقوا بقى راحوا اتجهوا ناحيه ان انا عايز اتعلم مزيكا، انا عايز اتعلم تشيلو، بيطلبوه بالاسم. ليه؟ لان هم بداوا يسمعوه في اعمال، في بيسولوهات، في حاجات كليبات بتتعمل، ان هو بيعزف مكان صوت المغني. فبيسمع اغنيه هو حاببها وسمعها وعارفها وحافظها، بس سمعها بصوت التشيلو، فبدا ايه ده، ده صوته طلع كويس. يعني ده ما طلعش الصوت التخين بقى، وتوظيفه في الاغاني او في الالحان بيبقى بدل صوت المغني، فده بيديله اهميه كمان اكبر. هو ده اللي حصل. الاول كان زي ما قلنا كان بيتحط في الباك جراوند، بعد كده بدا لما قال الحان الناس بدات تركز مع صوته، فبدات تعرف ان ده صوته حلو. وده اللي حصل معايا انا شخصيا. يعني فعلا انا لما دخلت الكليه وتحولت على قسم التشيلو انا ما كنتش عايزاه، لان انا كنت فاكره ان هو صوته تخين ووحش. حولتوني ليه؟ ده اللي حصل والله. اللي هو صوته تخين، انا عايزه اله اعرف اعزف. انا كنت فاكره انه مش هيطلع صوت، هو صوته بس بيز وخلاص. طب ليه يا اميره تم اختيارك للتشيلو؟ يعني هو دلوقتي كده التشيلو مش انت اللي رحتي له، هو اللي جالك. ليه يعني تفتكري كده من وجهه نظرك ليه تم اختيارك للتشيلو؟
هو مبدئيا ليه مقومات معينه للعازف انه الصوابع لازم تكون طويله شويه. لو حد ايده صغيره وصوابعه هو هيقدر يعزف بس مش هيتمكن منه لانه هو بيحتاج المسافات نفسها بين الصوابع لازم تبقى كبيره. فلو حد صوابعه صغيره المسافه بين النغمات نفسها بصي بتاخد يعني حيز كبير من على في الكمانجه العزف بيبقى بالمنظر ده الصوابع لازقه في بعض فالواحد بقى ايده صغيره صوابعه قصيره شويه مش تفرق لانه كله جنب بعضه. في التشيلو بيحتاج مسافه كبيره فاحنا كل ما الصوابع تبقى اطول شويه بتريح في العزف ما بعملش مجهود. لا بس كده بقى خلي بالك من الجمله دي لان كده ممكن يقولوا لك دي اله رجالي لان الرجاله هي اللي ايديهم كبيره احنا اللي ايدينا لقمه قد كده. لا انا حظي كويس بقى. انت حظك حلو. لكن بتشوفي ان الرجاله اكتر في العزف التشيلو من الستات؟ ده فعلا كان حاصل. يعني احنا كان معروف انه الكونتر باس والتشيلو كانوا ما فيش ايه بنات بيعزفوا ايه اللي هيخليهم يروحوا للاله دي وبعدين اصلا هيشيلوها ازاي ده الكلام يعني. بدأنا بقى ندخل الآلات دي لحد ما الحمد لله يعني أثبتنا نفسنا فيها شوية وبقينا الحمد لله ما شاء الله عليك. لا لا أنت فنانة كبيرة. طيب نسمع التراك اللي بعد كده ونسمعه كمان من أميرة. الله. الباند الشرقي بيدخل فيه التخت الشرقي. صح. ايه باند دي؟ لا في لا والباند ده هو بيتقال عليه باند. الباند شرقي يعني بيقولوا حاجات شرقي كتير. اقصد بالباند اللي هي برضه هرجع تاني للمنطق الشبابيه يعني اللي هو ايه في باند بيعزف وبيعزفوا الاغاني الشرقيه بتاعتنا والعربي والاغاني الجديده. هل من اساسياته التشيلو؟ لازم يكون في اي باند مكان للبيز لان ده اللي هيتقل او يعني يعظم الموضوع زي ما بيقولوا. هو لو ما فيش بيز هنحس ان احنا الصوت فيه حاجه ناقصه. الصوت فاضي. لازم بيز فاضي. يشيل هي دي لازم يشيل هو ده اللي بيشيل التراك. هل الكمانجه ممكن تغنيني عن التشيلو؟ لا. لو في مردات او بتقول بترد مثلا فواصل في النص او حاجه تقول بس احنا بنتكلم في بيز في صوت مستمر يشيل. الكونتر باس او البيز جيتار او التشيلو. ايه الفرق ما بين الكونتر باس والتشيلو؟ المساحه الصوتيه اتخن اغلظ يعني احنا كمان جاي صوتها رفيع. التشيلو صوته صوت الصوت البشري بتاعنا اللي هو في الوسط. الكونتر باس صوته اغلظ تخين قوي بقى اللي هو ده اللي مش يعني ده له مطربين معينين يغنوا هو اغلظ كمان يعني هو اغلظ من صوتهم لان هو برضو بيشيل هو اكتر اله بتشيل المزيكا لان هي صوتها بيز جدا. البديل لما تطورت شويه بداوا يعملوا البيز جيتار يعني هو البيز جيتار جاي من الكونتر باس اصلا وغالبا اغلب الناس اللي بيلعبوا بيز جيتار بيكونوا اصلا اساسهم كونتر باس. بس يعني. طيب نسمع تاني. برافو اميره. اميره بشكرك امتعتينا كده واجمل على فكره واحنا بنسمع مزيكه اغاني رمضان يعني مخنا بيترجمها للكلمات وكاننا بنغنيها فعلا. بشكر مع حضراتكم عازفه التشيلو المتالقه دايما اميره شعبان. شكرا, شكرا اميره على وجودك معانا النهارده. طيبه شكرا. يا رب تكونوا استمتعتوا وانبسطتوا معانا في الحلقه دي. بكره باذن الله يا رب حلقه جديده ويوم جديد في ست الستات في شهر رمضان الكريم. يا رب اشوفكم على كل خير. باي.